هو في كذا حاجة. اه لما شخص يقول لك انه عايز اركز في حاجة معينة، اسأل نفسك قبل ما تبدأ تخش عشان تذاكر، هل يا ترى في توتر؟ هل انت خايف؟ هل قلقان؟ هل في فكرة جواك مضايقاك؟ هل في اصوات تانية عمالة تشتغل معاك؟ اخلص دول كلهم، وعشان ابدأ لازم اتوضى واصلي ركعتين لله وهدي اعصابي، وبعدين اعمل تنفس اسمه تنفس الله. شوف تنفس جميل ازاي، بتوع هواي مسمينه الها، لكن اله اخر حرف في اسم الجلالة. فلما تاخد نفس عميق الله، كل أعصابك ترتاح، ومن هنا تتوكل على الله. لما تيجي تمسك حاجة وتعملها، اعمل لها رابط وتعمل لها مثلا، المخ بيتفكر، الفوق بيفكر بالصور، فتقول كل صفحة فيها فكرة، والفكرة الصفحة كلها بتشرحها. أنا هاخد الفكرة وحطها في مربع، حطها في دايرة وعمل لها لون. مش هتاخد مني العملية دي أكتر من ساعتين، لكن مش هنسى، أنا طلعت الفكرة. بعد كده أنا ممكن أقرأ وأعرف الفكرة بتقول إيه. أصبحت عشان خاطر بعمل حاجات كده مختلفة وفيها ألوان وفيها حركات وتنفسات، مش هنسى. أنا إمتى أبدأ تركيزي يتشتت؟ أنا قاعد أذاكر، يجي لك صوت داخلي فاكر امبارح حصل ايه، السندوتش لازم تاكله، في تلفزيون، في حاجه مهمه لازم تعملها، مش كنت تنام يا راجل؟ ده في الصلاه بالظبط يا دكتور. الواحد بيصلي ويفتكر 600 حاجه بالظبط. هنا عشان كده الواحد لما يجي يصلي بيحمي نفسه من التفكير الايجابي والتفكير السلبي. انت انا مش في تفكير، انت انا في طاقه روحانيه مع الله سبحانه وتعالى. فلازم لما تبدا تذاكر تاخد بالك من الاصوات دي، انا بسميها دي العدو الداخلي. انت من شويه قلت، من شويه الواحد يبقى مثلا بيصلي ويقول صوت يكلمه، يا راجل خليك نايم. العدو الداخلي ده انت بتستخدمه. لازم اولا تعترف انه موجود، وجرب ما تعترف انه موجود اصبحت عارف. كل انسان له قرين هنا وبالظبط كده. في حاجه تانية، بفرض مثلا اجي مخ الانسان، تمام، وتحت كده في حاجات عماله تتنطط، دي كلها الافكار الداخليه. دي فكره تقول لك اتعلم، فكره تقول لك ما اتعلمش، فكره يا اخي لسه دي ناقص، يا اخي لسه هتعلم انت تعبت قوي، وبعد فكره وبعد ما تنام فتبص لكل واحده بقى واحده تهزك كرامتك، لسه هتصرف، انت بقى تعرف شوف لك فرخه كلها. فتبص لكل اللي انت بتعمله ده، الفكره الاعلى قوه هي اللي بتصعد اعلى. يعني ايه اعلى قوه؟ اعلى صوت مرتبط باعلى احساس. دي هتلاقي طلعت فوق الاول، فلو كانت غضب هتبقى هي دي. فلما مثلا اجي اقول لك ازاي ان عندنا اصوات داخليه واصوات مختلفه، كل واحده بتوجهك لمكان معين. بفرض حد عاوز يطلع، عاوز يسافر، او حد عاوز يتعلم لغه، هتلاقي في اكتر من اتجاه داخلي عشان تتوجه او لا. فلو لقيت حد فرض عاوز يلعب رياضه عشان ينزل وزنه، ومقرر ينزل وزنه، وعارف مهمه بالنسبه له، وعارف هيستفيد منها ايه، عارف كل ده، وبعدين يجي يمشي الى الصوت الداخلي، الصوت اللي بيقول له اخرج عشان تلعب رياضه وتاخد بالك من صحتك وتنزل وزنك، ضعيف ضعيف وشوشه. اما الثاني يقول له راح فين؟ ما تخليك قاعد يا راجل، والبقلاوه دي تروح فين يعني؟ والفيلم اللي في التلفزيون، طب واصحابك تكلمهم، طب والنكت اللي هتبعتها بالاس ام اس، تلاقي نفسك قاعد في الاخر تروح قاعد. الفرق بين الاثنين حاجه بسميها مرحله اليقظه. الواحد لما يكون عنده يقظه بيحصل جواه ايه؟ ويتعرف على الاصوات دي، ويلاقي نفسه مثلا بيقول لك روح في مكان هادي، اقعد فيه لمده ساعه متكامله، انصت فقط. ما تعملش حاجه، عارف خلال الوقت ده لو تنصت فقط فعلا، ركز بس على تنفسك، هتبدا تسمع صوت الهواء ما سمعتوش قبل كده، هتبدا تسمع صوت اذا كان في ميه هتسمعها، احتمال تشوف اذا كان في حاجه اتحركت جنبك ان ماشيت جنبك هتشوفها، قبل كده مش واخد بالك. اصبح تركيزك متسع، فبتتسع بتصبح واحد مع الكل. لما بتصبح واحد مع الكل بتبقى نفسيتك احسن، بتبقى استرخائك اقوى، سلام وهدوم داخلي من هنا بتخش جواك اكنك زاير، وبتزور الاصوات دي وتعرف ان كلهم كل واحد فيهم عاوز ينجح، فنجاحه ينجحك. فبتعرف تعمل حاجه اسمها مفاوضات معاهم، فبتتعرف عليهم وبتديهم اسماء وتديهم اشكال، فلو حصل واحد فيهم طلع اللي هو يقرفك تبقى عارفه، تبقى عارف تصرف.